السلام عليكم. مباراة بيراميدز ضد ديسكو كار في كأس الكونفدرالية اليوم. أرجو دعم اللايك والاشتراك في القناة ليصلكم مني كل جديد وليستمر معكم البث بدون تقطيع. يواجه فريق بيراميدز منافسه ديسكو كار التوجولي في إطار مباريات الجولة الثالثة من دوري مجموعات في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية للموسم الحالي 2023-2023، حينما يلتقيان اليوم ويلعب فريق بيراميدز مباراة اليوم التي تقام على أرض استاد الدفاع الجوي متسلحا بالأرض في مواجهة الفريق التوبولي، حيث يسعى للفوز وحصاد النقاط الثلاث. ويدخل فريق بيراميدز مباراة اليوم بكل قوة من أجل الفوز، حيث يحتل مع فيوتشر المركز الثالث والرابع في المجموعة برصيد نقطتين لكل فريق، بينما تلي فريق الجيش الملكي المغربي صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط. ومهمة فريق بيراميدز اليوم لن تكون سهلة في ظل رغبة إسكو كار التقدم في ترتيب المجموعة، حيث يحتل قبل مواجهة اليوم المركز الرابع برصيد نقطة واحدة، ولذلك يسعى جاهدا إلى الفوز من أجل الحفاظ على حظوظه. ويقود فريق بيراميدز مباراة اليوم بمعنويات عالية، حيث يعود إليه اثنين من أهم لاعبين وهما رمضان صبحي وأحمد توفيق. وتنطلق مباراة بيراميدز ضد إسكو كار في كأس الكونفدرالية اليوم الساعة 6 بتوقيت القاهرة، وتنطلق أيضا الساعة 7 مساء بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 8 مساء بتوقيت أبو ظبي. نتمنى التوفيق للفريقين وارجو وضع اللايك والاشتراك في القناة ليستمر معكم بس بدون تقطيع.